السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة، يومكم سعادة وهنا يا رب ودايما متجمعين مع بعض على خير وفي الخير وزايدين دايما دايما ومش ناقصين، يومكم حلو ان شاء الله. النهاردة حلقتنا حلقة يوم السبت، عندنا وصفة هايلة جدا جدا كلنا بنعشقها، عندنا النهاردة فطاير البيتزا. فطاير لذيذة كده وسهلة جدا، ينفع نديها للولاد وهم رايحين المدرسة يفطروا بيها يتعشوا بيها، نعملها ونحفظها في الفريزر نطلعها وقت ما نعوز، بصراحة مميزة وعجينة سهلة خالص ومقاديرها إن شاء الله عندكم في البيت. فالنهاردة الوصفة سهلة الوصفة هايلة. كمان النهاردة حلقة يوم السبت فيها فقرة السوشيال ميديا، والنهاردة هنكون معاكم على انستجرام بي ان سي والعزومة، البوست هتلاقوه موجود ان شاء الله، ادخلوا يلا على طول اكتبوا لنا تعليقاتكم، قولوا لنا ايه الوصفات اللي جربتوها وعجبتكم، حابين نجرب ايه مع بعض الفتره اللي جايه، يلا كل اسئلتكم نحاول نرد عليها ان شاء الله بعد ما نخلص وصفتنا. كمان عايزه افكركم بارقامنا وارقام تليفوناتنا اللي تقدروا تتواصلوا معانا من خلالها طول الحلقه، من اي تليفون ارضي على 0900 900، اما الموبايل هيكون على 2600 وفي انتظار مكالماتكم. وتعالوا بينا يلا نشوف المقادير وطريقه التحضير لفطاير البيتزا. عندنا العجينه 4 كوبايات من الدقيق، في نوعين دقيق ممكن تستخدميهم، دقيق المخبوزات ودقيق متعدد الاستخدام، هننخله كويس جدا وهنعاير منه 4.5 كوبايات بالظبط، 1.25 كوباية من الدقيق، لا سوري 1.25 كوباية من الميه الدافيه، والميه تكون دافيه لا هي سخنه قوي ولا هي ساقعه. هنحتاج كمان 1/4 كوباية من الزيت، معلقه كبيره خميره فوريه، معلقه كبيره من السكر، حوالي 0.5 معلقه صغيره من الملح، ودي هتكون المقدار بتاع العجينه بتاعتنا. زي ما قلت لك قبل ما ابدا المقادير ان شاء الله عندك على طول دلوقتي في البيت، يبقى 4.5 كوبايات من الدقيق، 1.25 كوباية مية دافية، معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة من الملح، دي مقادير عجينتنا. أما الوش والتوبنج بتاع البيتزا فليكي فيه مطلق الحرية، أساسها معانا النهاردة شوية الجبن والطماطم والزيتون، احنا مش هنعمل لها صوص بيتزا بالمعنى المفهوم، احنا فطاير كده واخده وش ايه بيتزا بسيط، فعندنا شرايح طماطم، عندنا فلفل، عندنا زيتون، عندنا جبن مشكله، وهنعملها من غير الصوص المميز للبيتزا. تمام، دي المقادير. طبعا تقدري تحطي صوص، تقدري ما تحطيش، تقدري تعمليها جبن بس، تقدري تحطي الميكس ده، تقدري تحطي عليها التوبنج اللي انت عايزاه او متوفر عندك في البيت. تمام، يبقى العجينه سهله والمكونات او التوبنج اللي عليها ده براحتك خالص، ادخلي الثلاجه كده شوفي فيها ايه وابتدي حطيه على وش الفطاير بتاعتنا النهارده. فالموضوع بسيط وسهل جدا مش هياخد معاكي وقت. تعالي بينا يلا نبتدي نعجن المكونات بتاعتنا، وعجينتنا بسيطة جدا وخفيفة لدرجة انك انت ممكن تعجنيها بايديكي من غير عجان. هناخد 4.5 كوباية من الدقيق المنخول، وزي ما قلنا ينفع دقيق مخبوزات او دقيق متعدد الاستخدام. هبتدي احط عليه بقى، عندي هنا معلقة صغيرة كده من الملح، عندي كمان معلقة كبيرة من الخميرة، ومعلقه السكر، هقلبهم وابتدي انزل بالميه الدافيه حبه بحبه لغايه ما العجينه تجمع معايا.
كوبايه وربع من الدقيق من الميه على الدقيق، حسيت ان العجينه بتاعتي لا لسه ما لمتش، مفرفته زي ما انتم شايفين كده، يعني مش عارف باين معانا ولا لا. بصوا بصوا العجينه عامله ازاي، العجينه قطعه مفرفته مش ماسكه مع بعضها، ده دليل على ان هي محتاجه شويه ميه كمان. فابتدي احط لها كمان ربع كوبايه كده واحده واحده لغايه ما الاقي العجينه خلاص لمعت معايا وتشكلت عباره عن كوره كده، يبقى الدنيا تمام جدا. يلا بينا. عايزه اوريكم هنا الفرق بقى ما بين العجينه لما شفناها ودلوقتي، دلوقتي جمعت وبقت عباره عن كوره تمام، وده اللي احنا عايزينه. هنعجن بقى فيها شويه حلوين يعني 10 دقائق كده علشان عجينتنا تبقى ملسه وناعمه، ومهما قعدت الفطاير عندي ما تخرزش، ما تبقاش مفروله وتطلع معاكي كانك لسه جايباها من الفرن، حتى لو شلتيها في الفريزر شويه طلعتيها تحس ان هي لسه جايه طازه. هوريكم بس شكل العجينه كده، الاول ما كانتش متجمعه خالص، دلوقتي زي ما انتم شايفين اهي كلها مع بعض كره واحده، ده كده تمام جدا. يبقى كده خدت السوائل بتاعتها مظبوطه، لسه مخرزه، لسه مش معجونه تمام، بس خلاص كده خدت سوائلها. هبتدي ارجعها تاني وابتدي اشغل تاني عليها مع اضافه الزيت. هنحط بقى ربع كوبايه الزيت مع بعض. كده زي ما اتفقنا ظبطنا العجينه بتاعتنا، احتاجت مننا ربع كوبايه ميه تاني وحطينا لها ميه دافيه تاني بعد المعيار اللي هو كان كوبايه وربع. نقدر دلوقتي بعد ما حطينا الزيت كمان نسيب العجينه تتعجن حوالي 10 دقائق سواء بايدينا او بالعجان، وهنطلع فاصل صغير خالص نرجع من بعدين نشوف العجينه اخبارها ايه ونشوف هنعمل فيها ايه وهتروح في اي حته. مستنياكم. خلصنا العجينه بتاعتنا وعجناها وبقت بالشكل ده، عايزه اوريكم قد ايه ملمس العجينه ناعم خالص، شايفين بصوا ناعم خالص خالص، العجينه اتعجنت كويس وبقت مطاطيه تمام، ما بتقطعش كده بسهوله، كمان العجينه لينه جدا، بصوا شايفين عامله ازاي لينه قوي، ده اللي المفروض تبقى عليه العجينه علشان تدينا ناتج هش وطري. طيب خلاص عجننا ظبطنا، جبت البوله وحطيت فيها معلقه زيت وزعتها بالشكل ده، هنزل العجينه بتاعتي على وشها عشان بالمره ادهنها وبعدين اروح قلبها الناحيه الثانيه. كده خلاص اتاكدت ان العجينه كلها اتغلفت بالزيت، اغطي ببلاستيك وفوطه نظيفه واسيبها بقى تخمر ويتضاعف حجمها. يعني ايه تخمر؟ في ناس كتير طب اسيبها قد ايه؟ الوقت بيختلف تماما من فصل الشتاء لفصل الصيف، طبعا في الصيف الجو حر جدا والخميره بتتفاعل اوام، فممكن نص ساعه بالظبط وتلاقي الخميره بتاعتك ملت الطبق اللي انت حطاها تخمر فيه. الشتاء الجو برد جدا فاحيانا تفضل ممكن معانا ساعه ساعتين مش عايزه تخمر، ف
تخمر امتى؟ لما الاقي الكميه دي خلاص ملت الطبق كله كده تبقى هي خمرت. طيب عشان نسرع عمليه التخمير فصل الشتاء، اولا الميه طبعا مستخدمه دافيه صيف وشتاء في العجين، ميه دافيه. تاني حاجه ان انا احاول اغطيها كويس قوي، يعني اخليها متغطيه تماما كده واحكم عليها الغطاء علشان تحتفظ بالحراره بتاعتها، هي اصلا العجينه كده فيها حراره، فعشان احافظ على الحراره دي. كمان حاجه ان انا بعمل لها مناخ محيط بيها يكون دافي، بمعنى ايه؟ يا اما درج كده تحت بوتاجاز، او ضرفه تحت بوتاجاز او جنب بوتاجاز فالحراره بتوصل لها فحطها في الضرفه واقفل عليه، او ان انا اشغل البوتاجاز نفسه بس ما اخلوش يسخن قوي، لان السخونيه العاليه قوي قوي ممكن تموت معايا الخميره. فدرجه حراره تكون دافيه جدا في الفرن، يعني دوبك اشغل الفرن كده دقيقه اتنين واروح طافيه ومدخله العجينه بتاعتي علشان تبقى المناخ اللي حواليها مناخ دافي فتخمر ويتضاعف حجمها اسرع وفي وقت قليل جدا. اعرف منين ان هي خمرت؟ زي ما قلت لك بتلاقي الكميه اللي انت حطاها بتاعت العجين، الكوره اللي بتبقى قد كده تبقى قد كده، خلاص هي كده اتضاعف حجمها. تمام، بس كده، ده كده التخمير، لانه من عوامل نجاح اي معجنات هو تخميرها. تعالوا بينا بقى، بعد ما بتخمر بقطعها كور متساوية الحجم بالشكل ده. تعالوا بينا هنا، وبرضو مغطياها ببلاستيك علشان الوش بتاعها يفضل طري وما ينشفش ويعذبني ولاقيه كده مشقق من على الوش وشكل فطاير مش حلو. تمام، يبقى بنقطع كور، وبس دي عشان طولت معانا كده فايه ارتاحت بزيادة، احنا بنكورها ونسيبها ترتاح 10 دقايق بس، دي كده راحة مش تخمير. تمام، وابتدي اشتغل فيها. انا عايزة قبل ما اشتغل بقى واوريكو التشكيل، تعالوا نبدأ نخبز. الخبيز من العوامل الأساسية والرئيسية في نجاح أي معجنات بتعجنيها، طبعا كل معجنات ليها درجة حرارة غير التانية. احنا معجناتنا النهاردة عايزينها تطلع من الفرن ايه؟ عايزينها هشة، عايزينها طرية، فضروري جدا فرن سخن جدا على درجة حرارة الرف أقرب للأرضية. تمام، يبقى الفرن بتاعي شغال بقاله فترة مش أقل من ربع ساعة، محضرة الفرن ومظبطة الشبكة حطها قريب من الأرضية وعلى أعلى درجة حرارة. طيب هنشكل نخبز؟ لا، هنشكل نخمر تاني، هنشكل ولازم نخمر تاني، لأن أنا بعد ما بنفرد بإيدينا ونبطبط بإيدينا فكل التخمير والهواء اللي داخل جوه الفطير عشان يخليها هشة ومرتفعة معانا خرج معانا من التبطيط بإيدينا. خلاص، فنعمل ايه؟ فنشكل ونحط التوبنج بتاعنا ونغطيها ببلاستيك زي ما انتم شايفين ونسيبها تخمر تاني حوالي نص ساعة علشان اخبزها تطلع معايا الفطاير هشة وداخلها الهواء كده وتبقى طرية ولذيذة. بينا بقى يلا، يبقى فرن شغال بقاله مش اقل من ربع ساعة على اعلى درجة حرارة والرف اقرب للارضية، ونحط بقى الصاج علشان يبتدي يستوي معايا. بسم الله، ونقفل. من المفترض عشان تعرفي الفرن بتاعك هل هو فعلا كويس، انا معليه اعلى درجه ومشغله بقالي ربع ساعه وحاطه الشبكه وبرده الحاجه بتطلع ناشفه، طب اعرف منين ان الفرن بتاعي مش بيسوي صح او مش بيسوي كويس او مش هي دي او مش هو ده الفرن اللي ينفع اسوي فيه مخبوزات وتطلع معايا طريه؟ لما الفطاير دي تقعد في الفرن معاكي اكتر من 10 دقايق فاعرفي كده ان الفرن فيه حاجه مش مظبوطه. لازم ما تاخدش معاكي 10 دقايق وتطلع، ده كده توقيت مناسب جدا، على 10 دقايق دول يعتبروا كتير، ما تقعدش اكتر من 10 دقايق علشان تطلع معاكي طريه. اكتر من كده بيبتدي كل الرطوبه والسوائل اللي احنا حاطينها في الدقيق معانا والعجنة بيها بتتلاشى، الرطوبه كلها بتطلع وتتبخر، الميه كلها بتتبخر، فطالما الميه كلها طلعت واتبخرت بيفضل لنا العجين ايه؟ ناشف. فنخلي بالنا من الجزئيه دي. تعالوا بينا يلا نبدا ان احنا نشكل الفطاير بتاعتنا النهارده، ورشه من الدقيق، واخد كوره من الكور اللي احنا مكورينها. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هي كده خمرت بزياده، وابتدي احطها واديها رشه من الدقيق بسيطه وابتدي افرد. تمام بالشكل ده، حلو قوي. يلا بينا نجيب صاج فرن، دهنه بسيطه جدا من الزيت وما نكترش عشان الفطاير ما تشربش الزيت وتبتدي لونها يغمق. تمام، من جوه تلاقي كده العجينه من جوه لونها اصفر، كمان علشان ما تنشفش كانها بتتحمر في زيت كده فتلاقيها عامله طبقه مقرمشه من تحت.
فمش عايزين كده، يا دوبك دهنه بسيطه اللي هي تخلي الفطاير تطلع معانا بكل سهوله من غير ما تكون لازقه بالشكل ده. نبتدي احط هنا هايل، انا سايبه لها حرف كده صغنن. تمام، تمام، يلا بينا ناخد واحده كمان. رشه بسيطه من دي عشان ما تلزقش، خاصه العجينه بتاعتنا طريه كده ولينه. نبتدي افرد، حاولي برضو ما ترفعيهاش قوي، عايزينها كده تكون لحد ما مليانه شويه فتطلع معاكي بقى ايه طريه وحلوه قوي. يلا هنا واحده كمان. زي ما انتم شايفين احنا بنبطط، فكل الهواء اللي دخل جوه العجينه بتاعتنا بيخرج بفعل ان احنا بنعمل كده، فالهواء بيطلع منها. فانا لو رحت على طول خبزت دلوقتي بعد ما خلصت وبطط، ايه اللي هيحصل؟ ان هي تطلع زي ما انتم شايفينها كده. فاحنا عايزينها تبقى هشه، يبقى داخلها هواء. طب امتى ندخل لها هواء تاني؟ لما احطها في الصاج كده واسيبها شويه كمان فيدخل لها هواء تاني وتبدا ان هي تبقى هشه معانا قوي. بالشكل ده حلو قوي. خلاص شكلنا والدنيا تمام. تعالوا بينا بقى نشوف التوبنج اللي هنحطه على الوش. هبتدي اجيب كده طبق غويط اعمل فيه الميكس اللي عندنا ده، يلا كله مع بعضه. احط كده الجبنه، عندنا ميكس جبن، واحلى ميكس بيتحط على الوش الفطاير هي التشيدر مع الموتزاريلا، بتدينا كده ايه طعم حلو. احط كمان الفلفل الملون ونقطعه صغير، زيتون طبعا لو متاح عندنا سواء اسود او اخضر، قطع طماطم سواء طماطم شيري او طماطم عاديه بس اشيل منها البذر بتاعها. وبكده الخلطه معانا بقت جاهزه، اخدها كده واروح على الفطاير بتاعتنا وابتدي احط على الوش بالشكل ده. اخر واحده حلوه قوي. بورق لا مش ورق بقى، بكيس بلاستيك تمام مفتوح زي ما اتفقنا، نغطي الوش كده، وبعدين فوطه نظيفه وبرده في ظرفه كده تكون جنب الفرن بقى اللي شغال ده، تبقى دافيه شويه احط فيها علشان تبتدي تخمر معانا وتخمر ويتضاعف حجمها علشان تدينا نتيجه حلوه قوي. عايزين نبص على اللي في الفرن ايه الاخبار؟ بصوا يعني ما كملناش اعتقد 5 دقايق وبدا خلاص بدات الفطاير تاخد معانا لون حلو قوي، فبرده علشان تطلع معانا لطيفه كده وكلها واخده نفس درجه اللون بلف الصاج علشان تطلع كلها بنفس اللون بالظبط. ونقفل زي ما قلت لك من 7 ل10 دقايق بالكتير تكون الفطاير بتاعتك خلاص كده جاهزه جدا ان هي تطلع من الفرن، علشان كده تطلع معاكي طريه. نكمل لغايه ما نطلع صاج تاني ونكمل تشكيل عشان نطلع اللي في الفرن مع بعض كده. معلقه من الزيت صغيره، نوزعها ويلا نشكل. اظن ولا اسهل من كده، تحفه. عجينة لينة وخطيرة.
هجهز بقى زيت زيتون واحطه كده في بوله علشان اول ما الفطاير بتاعتي تطلع على طول ابتدي ادهنها بزيت الزيتون، او ان انا اكون حاطه زيت زيتون في بخاخه وادي لها بختين كده بتدي لها تلميعه حلوه، شكلها بيبقى جميل وطعمها كمان طبعا بيبقى حلو قوي. طبعا اللي عمل معانا كده ان احنا سبناها كتير فخمرت تاني ولزقت في بعض. بعد ما تقطعيها كور يا دوبك هم 10 دقايق بس وبتبقى جاهزه معاكي انك انت تبتدي تشكليها. ما اعتقدش ان هي تاخد معانا واحده تاني، هم دول هيبقوا حلوين قوي. نحط لهم الطبنج بتاعهم. اه طبعا. لا خالص انا عارفه ده كويس جدا. لا لا ما ينفعش. ما ينفع اكل حبايبي بس برضو. زي الفل، حلو قوي الكلام ده والالوان خطيره وتفتح النفس. طلع جري اللي في الفرن. يلا لو حسبتوا الوقت هتلاقوا فعلا ما اخدناش ممكن 7 دقايق بالكتير. زي ما قلت لكم لازم وهي سخنه كده عندي زيت زيتون تمام، ودهنه زيت زيتون كده عايزه الفطاير بتلمع وشكلها كده ايه مغري، وكمان تبقى فايدتها اعلى. زيت الزيتون كمان على البارد بيبقى خطير. بصوا هايل. ما تيجوا بينا بقى نطلع فاصل صغير خالص ونرجع لكم على طول، اوعوا تروحوا في اي حته مستنياكم. رجعنا لكم تاني ومكملين مع بعض. كنا بنعمل فطاير لذيذه جدا زي ما قلت لكم بمقادير زي ما شفتوا كده ولا اي حاجه خالص، شويه دقيق ميه وملح وخميره وشويه سكر وهكون معاكي احلى فطاير تعمليها وبتوبنج مش نقول ايه يعني مش ملزم في حاجه خالص، اللي متاح عندك طماطمايه قرن فلفل شويه زيتون جبن زي ما انت عايزه وتحطي بقى تطلع معاكي بجد خطيره. ميزتها بقى ان هي بتبقى هشه جدا طعمها لذيذ قوي اول ما بتطلع كده من دهنها بزيت الزيتون، فكمان مفيده جدا. تقدري انك انت تحفظيها في الفريزر في علبه كده وتحطيها في الفريزر تطلعي وقت ما انت عايزه، الولاد عايزين يتعشوا، الولاد عايزين ياخدوا معاهم حاجه المدرسه مختلفه، الولاد عايزين يفطروا جعانين ما بين الوجبات، فعندك تطلعيها وتحطيها تسخن وبالف هنا وشفا كانك لسه حالا خبزه. عايزين نبص بس على اللي في الفرن لسه حطاها تمام. لا لسه ما اخدتش لون، لما تبتدي تاخد لون وتحس ان في جنب اكتر من جنب فممكن ايه نغير الصاج جوه الفرن، نخلي مثلا اللي قدام ورا واللي ورا قدام علشان يبقى واخد تسويه مظبوطه. عايزه افكركم تاني بالبوست بتاعنا النهارده، البوست بتاع السوشيال ميديا موجود النهارده على انستجرام على بي ان سي وعلى عزومه، ادخلوا حالا اكتبوا لنا تعليقاتكم اسئلتكم قولوا لنا عملتوا ايه وجربتوا ايه من الوصفات وعجبكم وعايزين نجرب ايه مع بعض تاني. انا هدخل دلوقتي ابتدي يلا على طول اخد كده تعليقاتكم على بال ما اللي في الفرن يستوي نخبز كده واحنا واقفين. عندنا ايه؟ عندنا بي ان سي. يلا جاهزين؟
النت بعافيه شويه بس ان شاء الله يحمل. يا جماعه عندكم نت؟ مش جايب معايا ولا شرطه. بدأت تندع الحمد لله. يلا بينا. توكلنا على الله. وايه دي البوست بتاعنا؟ فين فين فين؟ فين البوست يا جماعه؟ انتوا متأكدين البوست على بي ان سي ولا على العزومه؟ على العزومه مش على بي ان سي اصلا. طيب تمام، عشان عمالين نقول كده من بدري محدش بينوه ليه. تمام ايوه كده لقيناه. يلا توكلنا على الله. عندنا ماجدة، انتي احلى شيف، ربنا يخليكي ودايما في تقدم، ميرسي يا روح قلبي. مازن فارس، حبيبتي يا بوحاتي يا فرحة حياتي. الله 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 على وزن وقافية، تسلم ايدك يا حبيبة قلبي، انا احبك جدا جدا وبعمل كل وصفاتك، كل سنة وانتي طيبة وبخير وصحة وعافية، نفسي اشوفك بس انا من اسكندرية والله ما فوتش حلقة ليكي، والسوشيال ميديا كمان بحبك جدا، انا كمان بحبك جدا جدا، وان شاء الله ربنا يجعل لنا نصيب قريب باذن الله. عزة بتقول لي ازاي حضرتك يا شيف فاطمة، كنت عاوزة اسأل عن الجلاش بيطلع وشه ناشف معايا. طيب لو انتي عايزة وشه طري، اولا هو حلو ولا حادق؟ ايا كان هقولك على حاجة تعمليها. تمام، انك انتي اول ما الجلاش يطلع من الفرن طلعيه غطيه بكيس تلاجة مفتوح وعليه فوطة كده، 5 دقايق هتلاقيه طري على طول لو انتي حابة ان هو يكون طري. نلف بس كده الفطاير بتاعتنا في الفرن علشان كلها تاخد نفس اللون زي ما اتفقنا، ونقفل عليها وتعالوا بينا نكمل. يلا تعليقاتكم الحلوة اللي على العزومة على بي ان سي. انا نورة يا قلبي، منوراني يا نور. ام تامر بتقول لي حبيبتي يا شيف فاطمة لو سمحتي ممكن اسأل سؤال، انا ليه لما بعمل الكحك بسمنة بلدي مش بشم طعم السمنة فيه، مع العلم ان السمنة مضمونة من البيت، ازاي ما بتشميش السمنة فيه؟ لو عايزة ريحة السمنة تبقى قوية يبقى هتعملي الكحكة على السخن، يعني هتقدحي السمنة كده وتحطيها فرحتها هنا بتبقى أقوى من الكحك اللي على البارد. تمام؟ يسرى فهمي بتقولي البسبوسة مش بتطلع معايا حلوة خالص، ففي حد بصراحة قال لها اعمليها بطريقتها هتظبط إن شاء الله يا حبيبتي معاكي. عايزة أقول لكم طريقة البسبوسة اللي أنا منزلاها اللي هي البسبوسة المكرملة دي نتيجتها مظبوطة 100%. تمام؟ فممكن ننزلها يا ريهام طريقة البسبوسة والمقادير؟ يلا بينا هننزلها لك يا يسرى. عندنا هاجر بتقول ازيك يا شيف فاطمة، كنت عاوزة اعرف طريقة الشاورما. طب حددي لي يا هاجر شاورما لحمة ولا فراخ علشان اقولك على طول. عبد الله، صباح الخير يا احلى بطوط، عملت ليكي وصفات لا تعد ولا تحصى وطلعت تحفه جدا، تسلم ايدك الحلوه. كنت عايزه اعرف طريقه فطير ماما الله يرحمها، كانت بتعمله لينا عباره عن فطير مستدير صغير بيتقلي في الزيت ويقب وشكله جميل. انا عملته لكم، هعمله لكم تاني حاضر. ونحط عليه سكر باودر وكان طعمه جميل، يا ريت لو تعرفي طريقته اكون شاكره ليكي جدا، طريقته موجوده والله العظيم على السوشيال، فنعمله لكم تاني ان شاء الله قريب. هو فعلا من احلى الفطاير وسهل جدا، لا لسه عليه سنه. طيب اميره بتقول لي ازيك يا شيف عامله ايه، ممكن تقولي لي طريقه القراقيش الساده وشكرا ليكي. نقولها لك حاضر، تعالي نقول كده مقادير القراقيش سريعا سريعا. القراقيش هتكون عبارة عن كيلو من الدقيق، طبعا القراقيش ده وقتها بصراحة مع كوباية شاي، خصوصا اللي منها سادة يتغمس كده بالجبنة مع كوباية شاي بنعناع وفطار وعشاء تحفة جدا. طيب المقادير ممكن تكون عبارة عن ايه؟ كيلو من الدقيق، دقيق يكون دقيق جميع الاستخدامات هننخله كويس،
عندنا بقى كوبايه من اللبن ونص كوبايه من الميه، او نستخدمهم كلهم ميه، يعني اجمالي المقدار السائل كوبايه ونص. تمام. هنحتاج حوالي 500 جرام من السمنه، او 500 جرام نصهم سمنه نصهم زيت، يعني ربع كيلو زيت ربع كيلو سمنه. تمام. عندنا كمان ايه؟ عندنا معلقه كبيره خميره، باكو بيكنج باودر، وعندنا نص معلقه صغيره من الملح، عندنا كمان معلقه كبيره شمر وينسون، لو انا بحب احط شمر وينسون. تمام. هنحتاج ايه تاني؟ مش هنحتاج حاجه تاني. هنحط الدقيق، هنحط عليه الخميره، السكر، الملح، الشمر واليانسون، السمسم المحمص معلقتين، نقلب ده كله مع بعضه كويس قوي، وابتدي ادفي السمنه بتاعتي، سخنها شويه، وابتدي السمنه والزيت، او سمنه بس او زيت بس او زبده وزيت، زي ما انت عايزه اي ماده دهنيه، المهم ان هي نص كيلو. هسخنها على نار واضيفها، وابتدي اقلب المكونات مع بعض لغايه ما اشرب الدقيق بتاعي للسمنه اللي انا حطيتها. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد كده الم العجينه بتاعتي بلبن دافي، ميكس لبن وميه او ميه بس. تمام. واعجنهم مع بعض كده، وبكده يكون عندك عجينه قراقيش خطيره. غطيها وسيبيها تخمر شويه، بعد كده شكليها صوابع زي ما انت عايزه، وحطيها في صاج مدهون زيت خفيف، ودخلي الفرن على درجه حراره ايه بقى؟ هنا التركايه في الخبز، علشان تطلع القراقيش مقرقشه، ما تطلعش معاكي طريه من جوه. خلي درجه الحراره على 170 وسويه بقى، وهتاخدي احلى قراقيش في الدنيا. تعالوا بينا بقى، زي ما انتم شايفين فطاير طالعه خطيره بجد، شكلها مبهج. ندهنها كده دهنه خفيفه لطيفه بزيت الزيتون وهي سخنه. ولو عندك بخاخ زيت هيبقى حلو قوي برضو ان انت تطبخيها كده. عايزه اقول لكم ان انا وانا بدهن كده سامعه، يعني وانا بدهن حاسه بالهواء اللي جوه الفطاير. كده ما شاء الله ما شاء الله، تحفة جدا جدا جدا، ألف هنا يا رب. نسيبها بس تهدى شوية عشان أعرف أنقلها من الصاج، وتعالوا بينا نكمل مع بعض. يلا كده إيه بقية التعليقات. طيب، ميادة عصام بتقول لي شيف فاطمة الجميلة، بحب حضرتك جدا، بس عندي سؤال، ممكن أعرف الكيك بتهبط ليه؟ وبكون عاملة المقادير بالظبط، بس مش عارفة ليه يا شيف. لو عامله المقادير بالظبط والمقادير اصلا مظبوطه، تمام، فالكيك مستحيل تطلع معاكي هبطه، الا اذا الفرن كان سخن بزياده، تمام، وبالتالي حصل ارتفاع سريع للكيك، وخدت طبقه من فوق وخدت من الجناب وتحت، خلاص اتقفلت المسام بتاعتها، ومن جوه لسه العجينه طريه. فاللي بيحصل ايه؟ ان احنا بعد ما بنخرجها بتهبط، لان جوه الكيك مش مستويه التسويه الكامله. ده في حاله ان درجه حراره الفرن مرتفعه زياده عن اللزوم، او ولعتي الفرن وشغلتيه فتره طويله، وبعدين إيه على بال ما حضرتي المقادير ومش عارفه رحت فين ومين ناداكي علشان يسالك على حاجه، وغبتي على بال ما عملتي الكيك جيت دخلتيها، فدرجه حراره الفرن هنا عليت زياده، وده بيخلي الكيك تهبط. حاجه كمان، زيادة أو نقصان البيكنج باودر في الكيك بيسبب هبوط الكيك. إيه كمان ممكن يخلي الكيك يهبط؟ لو عجينة الكيك خفيفة قوي أو تقيلة قوي برضو يخلي الكيك يهبط معاكي. حاجات كتير، عشان كده التزمي دايما، الكيك بالذات لازم تلتزمي بالمقادير بتاعته، تمام، والتسويه بتاعته علشان يطلع معاكي مظبوط. حاجه كمان لازم تتاكدي ان البيكنج باودر اللي معاكي سليم وفعال، ما يكونش فاسد او مش مظبوط. طيب تعالوا نطلع فاصل صغير خالص، نرجع من بعدين نكمل تعليقاتكم ونشوف الفطير من جوه بقى شكله ايه. اوعى تروح في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني، وتعالوا بس نشيل كده الاول الفطاير بتاعتنا، وبعد ما بردت نشيلها من الصاج. انا عايزه اقول لكم قد ايه هشه. الاول بصوا تسويتها،
باينه معانا اهو. بصوا بصوا من ظهرها. سيبوا نفتح ونشوف من جوه كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خبر، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تحفه. الجبنه بتمط، تحفه. نبص بقى على العجينه نفسها بقى يا جماعه. بصوا العجينه عامله ازاي، بصوا سفنج طريه جدا. بصوا عامله ازاي، هشه خالص بجد بجد، وهميه خطيره كده اهو، باينه معانا جدا. لازم تجربوها بجد، تحفه هتعجبكم. زي ما شفتوا المقادير بسيطه جدا، رجعها بقى زي ما كانت بالظبط. شيل دول. زي ما قلت لك دايما سيبي الفطاير تهدى شويه بس على الصاج، وبعد كده تشيليها عشان تتشال معاكي على طول. زي الفل، فطايرنا الخطيره النهارده. نكمل بقى مع بعض كده ونشوف حبايبنا على انستجرام على اكونت العزومه كاتبين لنا ايه. احنا معانا مقادير البسبوسه اللي طلبت مننا يا ريهام. طب يلا بينا ننزل بيها الاول. يلا، الطلب مننا مقادير البسبوسه عشان البسبوسه ما تطلعش معاها مظبوطه، فادي مقادير البسبوسه سهله وبسيطه جدا جدا. اللي هنعمله ايه، ان احنا هنحط السكر على النار لغايه ما يتكرمل وياخد كده لون ذهبي مع شويه ميه صغيرين، وبعد كده بنحط السمنه، بنحط اللبن، واللبن يكون دافي بلاش يكون ساقع. بنحط كمان معلقتين جوز الهند، وايه تاني في المقادير اللي ممكن تحط هنا، بس كده. وبعد كده عندنا البودر، حاجات البودر اللي هي السميد، عندنا البيكنج بودر، عندنا ايه تاني، معلقه دقيق عاديه لدقيق المخبوزات العادي ده، بنقلبهم مع بعض. وبعد ما الخليط ده اللي على النار بنرفعه من على النار، اللي هو السكر المكرمل مع السمنه مع ايه تاني مع اللبن، كل ده هنشيله من على النار. نحطه بقى يكون بقى دافي، نحطه على الخلطه دي ونقلب. يا دوبك تقليب بسيط، مجرد ان انا بدخل بس المكونات مع بعض. الصينيه بتاعتي جاهزه مدهونه بالسمنه، بفضي فيها خليط البسبوسه وجري على الفرن على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني. واثناء ما البسبوسه بتستوي في الفرن بكون بعمل الشربات، اللي هو عباره عن كوبايه ونص من السكر، كوبايتين من الميه، برفعهم على النار يغلوا حوالي 5 دقايق، بيكون كده شربات خلاص بقى جاهز وهو سخن، والبسبوسه طالعه من الفرن سخنه بسقيها، وبتبقى خطيره. تعرفي ان انت نجحتي في البسبوسه ولا لا لما تلاقي البسبوسه بتشرب الشربات على طول. يلا ناخد بقيه التعليقات. هبه محسن من المنصوره بتقولي مساء العسل يا عسل، مساء الجمال يا شيف بطوط، ربنا يسعدك وفرح قلبك وحياتك كلها يا رب زي ما بتفرحيني، وانا بعت لحضرتك على الخاص وما ردتش عليا. حاضر، عينيا الاثنين. عندنا كمان مش عارفه الاسم بصراحه، حاولي تكتبي لنا اسمك. بتقولي السلام عليكم شيف فاطمه، انا عروسه ومحتاجه. طيب تمام، حاضر. ايوه، مفيش مشكلة، كوباية ونص سكر، كوباية ونص مية، أو كوبايتين مية في كلتا الأحوال. يغلي على النار، يعني اللي محطوط له سكر قد المية بيقعد على النار يدوبك يغلي دقيقتين ثلاثة وبنطفيه. لو هنزود المية كوبايتين مية فبنسيبه على النار 5 دقايق، هي هيها بالظبط. تمام. موحة بتقول لي صباح الخير والسعادة لحضرتك، بحبك جدا وبحب لبسك، وحضرتك قمة في الأخلاق والأدب. ممكن حضرتك أعرف أعمل عزومة مكونة من 8 أفراد؟ عزومة لتمن أفراد ما على حسب بقى العزومة دي، أنت عزمة مين، بيحبوا إيه، هل عارفة هم ذوقهم في الأكل إيه ولا مش عارفة. ما لو أنت مش عارفة، ناس غرب مثلا مش عارفة ذوقهم في الأكل إيه، فأنت مضطرة تعملي أصناف متعددة علشان تقدري تلبي الأذواق المختلفة بتاعتهم اللي أنت أصلا ما تعرفيهاش. بمعنى أنك بتعملي كذا نوع من النشويات، صنفين ثلاثة من اللحوم ما بين بقى الفراخ واللحمة، برضو عشان يعني إيه تلبي الاحتياجات أو الأذواق المختلفة. بتعملي مقبلات وصنفين
السلطات. فرأيي انك انت تعملي اصناف متنوعة بكميات قليلة علشان كل اللي على السفرة يلاقي الحاجة اللي بيحبها وياكلها. فليكن مثلا لو هنعمل نشويات فطبعا محشي، المحاشي من الحاجات اللي بيبقى عليها اقبال، الرز بالخلطة، واي حاجة تانية من المعجنات زي مثلا مكرونة لازانيا، مكرونة بشاميل يعني لازانيا، جلاش او رقاق او سمبوسك، صنف واحد من دول هيبقى لطيف جدا. يبقى كده عملتي ثلاث اصناف من النشويات، والتلاتة هيلاقوا اعجاب اغلب الموجودين. الطيور او اللحوم، ناخد صنف لحم مثلا وليكن كفتة، ناخد صنف مثلا من الطيور مثلا فراخ او رومي او اي حاجة، بس يفضل ان هي تكون ما فيهاش عظم وايه يعني يبقى سهلة الاكل كده، شرايح رومي، فراخ مخلية، بانيه، الكلام ده كله هيبقى لطيف جدا. انك تعملي مقبلات بقى وسلطات براحتك طبعا اللي انتوا بتحبوه، فكده يعني الدنيا بتبقى لطيفة. وما يعني يفضل في الشتاء يبقى فيه طبق شوربة مع السلطات وبس كده، السفرة تبقى حلوة قوي وبألف هنا يا رب. إيه مش عارفة برضو الاسم، بتقولي أحلى بطوط في الدنيا يا روح قلبي. ميرسي يا روح قلبي، تسلميلي. أماني بتقولي حبيبة قلبي عاوزة طريقة القرص المحوجة، حاضر، ومفتقة الحلبة، شكرا على مجهودك. عناية الاتنين نعملهم إن شاء الله. ندى نودي بتقولي شيف فاطمة الجميلة اللي بنتعلم منها كل حاجة حلوة، الأدب، الأخلاق العالية اللي حضرتك معروفة بيها، احنا بنشكرك ومنقدرش وبنقدرك ومش عايزين حاجة أكتر من إنك تكوني مبسوطة. ميرسي يا روح قلبي. بحبك جدا، اتعلمت منك كتير ولسه بتعلم يا رفيقة المطبخ، والنهاردة عملت القرنبيط بطريقة حضرتك وعملت البطاطا وطلعت جميلة جدا، تسلم إيدك الحلوين. تسلم إيدك أنت يا روح قلبي. ميرسي يا ندى. تعليق تاني، صباح الخير يا احلى بطوط، عملت ليكي وصفات لا تعد ولا تحصى حبيبتي، وطلعت تحفه جدا، تسلم ايدك الحلوه. كنت عايزه اعرف طريقه فطير ماما. لا ده انا قريته تمام. ايه تاني؟ انا مش بحب المفتقه. ده مش سر على فكره. ريهام عايزه تقول لكم انا مش بحب المفتقه، هي بقالها حوالي سنتين. شيف فاطمه لازم نعمل مفتقه، فاقول لها حاضر حاضر حاضر، واهرب كل شتاء من الموضوع ده. بس ان شاء الله لا، ناويه السنه دي ان انا اعملها، وان شاء الله يمكن لما اعملها بايديا احبها، فانا هجربها وهظبطها واعملها لكم باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. مصطفى بيقول لنا شيف فاطمه ازاي حضرتك، انا مصطفى مع حضرتك، بشكر حضرتك على كل الوصفات اللي حضرتك بتقدميها لينا، فعلا وصفات جميله، وعلى النصايح سواء في الطبخ او في الحياه لانها دايما في محلها. وش حضرتك السمح بيفكرني بحديث عن الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، يدخل الجنه اقوام افئدتهم مثل افئده الطير. ربنا يجعلنا منهم يا رب. بمعنى القلوب، يعني في ناس قلوبها زي قلوب الطيور، فيها صفاء ونقاء وحب، ما بتشيلش اي غل او حقد او خبز او شر، بيدخلوا الجنه على طول. يا رب يا رب يجعلنا منهم، اللهم امين. ربنا يجعلني عند حسن الظن. ميرسي والله العظيم، حضرتك مش رفيقه المطبخ بس، حضرتك رفيقه الحياه بروحك الجميله وطيبتك واخلاقك العاليه وتواضعك مع الناس، دمتي بخير اختنا الغاليه الفاضله. ميرسي، ربنا يعزكم والله العظيم على الكلام الحلو ده. حاجة سعاد السكري بتقول لي صباح الخير، صباح السعادة على الجميلة شيف فاطمة أبو حاتي، بجد تسلم إيدك على كل حاجة حضرتك بتعمليها لنا، سواء كان في المطبخ أو في الحياة، تعلمنا من حضرتك كتير، ربنا يسعد قلبك ويفرحك ببناتك، أمين يا رب العالمين. وبجد كلمة بحبك قليلة عليكي، وأنا عملت كيكة الشاي بتاعت حضرتك تحفة جدا، والمقادير مظبوطة الحمد لله الحمد لله يا روح قلبي، ألف هنا وشفا، تسلم إيدك الحلوة. عندنا مين تاني؟ غادة بتقولي كل سنة وانت طيبة حبيبتي أجمل شيف فاطمة، وسنة سعيدة عليكم يا رب، سنة سعيدة على الجميع يا رب، إن شاء الله السنة الجاية كده تهل علينا وإحنا كلنا كلنا بخير، كل الدنيا كل الناس يا رب في أمن وأمان وسلام، اللهم أمين يا رب. سوسو بتقولي حبيبتي حبيبتي يا شيف فاطمة، أنا بحبك قوي،
وبحب اخلاقك وصوتك الهادي النادي، بحب طيبتك، بشوف فيكي الام والاخت، وصوتك بيفكرني بصوت الناس الطيبه زمان. عايزاكي تدعي لاخواتنا فلسطين، بحبك قوي، اتعلمت منك من حضرتك حاجات كتيره قوي قوي. لسه عامله بسكويت البيمبو بطريقتك. اه سوري انا قلت كده، مش مشكله نبقى نشيلها بعدين. عملت بسكوت الشوكولاته وطلع حلو، وحضرتك تحفه جدا. ميرسي يا روح قلبي، تسلمي والله العظيم، وربنا ما يحرمنيش منكم ابدا ولا من كلامكم الحلو. طبعا بندعي لاخواتنا في فلسطين، ودي مش محتاجه كلام والله، يعني بنحاول نمشي الدنيا واحنا في قلبنا في غصه اكيد كلنا، انا عارفه الكلام ده كويس. ربنا يا رب ينصرهم ويسدد رميهم ويحفظهم ويرضيهم ويراضيهم، اللهم امين يا رب. خير الحمد لله. خلصنا حلقتنا النهاردة، مرسي جدا جدا على الكلام الجميل اللي دايما بيدي دافع وبيدي كده أمل، ويعني يجعلكم دايما كده داعم نفسي ليا إن شاء الله، دمتم في قلبي وسندي دايما إن شاء الله. عملنا النهاردة إيه؟ عملنا فطاير البيتزا الخطيرة السهلة اللذيذة الهشة جدا بجد، يعني أنا لو أقدر أدوقها لكم كنت عملتها، يعني بجد فطاير كده مفيش بعد كده جمال. ان شاء الله تجربوها انتم بنفسكم وتعجبكم جدا جدا جدا. اتمنى تكون حلقتنا النهارده نالت اعجابكم. استنى التطبيقات الاسبوع الجاي، هنبقى على العزومه على فيسبوك ان شاء الله يوم السبت، مستنيه بقى البوست كله يبقى الفطاير الحلوه السهله دي. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.